بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين. بداية نتقدم بأحار التعازي إلى هذه العائلة وهذه الأسرة الكريمة وإلى إخواننا الذين بسببهم نعرف هذه الأسرة، يعني الإله الجمعي حسن حج السي مصطفى والسي نجيب، علاقات قديمة من الأخوة والمحبة في سبيل الله عز وجل وفي قراءة القرآن لا ننساها أبدا، بدايات الأخوة والصداقة في سبيل الله عز وجل وتعرفنا على هذه الأسرة وعلى العائلة. فنسأل الله عز وجل أن يكون معكم في هذا الوسط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذه الأخت الفقيدة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يحقها بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وأن يعاملها بلطفه ورحمته وعفوه وأن لا يعاملها بعدله، وأن يجعل هذا المصاب فيه عظيم الأجر لمن فقد زوجها الذي يجلس في هذا البيت والأبناء والإخوة والبنات والجميع، الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم في هذا المصاب وأن يجعلهم من الذين بشرهم بقوله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخوتي الكرام، تعمدت أن أقرأ بعض الآيات من سورة الكهف والمرتبطة أساسا ليس بقصة الكهف وأصحاب الكهف بقدر هي مرتبطة بكهف هذه الدنيا بمغارة هذه الدنيا التي نحن في داخلها، لكن من غير وعي منا نعتقد أنها كل شيء، غفلة وغرورا ونسيانا، حتى إن الله عز وجل وصفها بمتاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الله عز وجل هذه الدنيا في هذه الآية الكريمة حيث قال سبحانه وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما هشيم تذروه الرياح، ذلك النبات الذي أصبح يبسا فأصبح أشبه بالهشيم الذي تتلاعب به الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فنحن نقارن بين صورتين هنا، صورة تصورنا نحن للدنيا والصورة التي قدمها الله عز وجل لنا في هذه الآية، والفرق الشاسع بين الصورتين. والأولى بالمؤمن أن يأخذ صورة نسخة من تصور ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية حتى يعرف حقيقة الدنيا ويعيشها ويعلم أن هذه الدنيا هذه هي حقيقتها، لا شيء أكثر من ذلك. نتنافس ونتسابق ونجري ونلهث ونكبر الآمال العريضة الطويلة التي لا حدود لها،
ولكن في آخر المطاف لا يصح إلا الصحيح. دنيا تذهب وإقبال على الآخرة، إقبال على الوقوف بين يدي الله، إقبال على حساب، إقبال على مسؤولية الأعمال الصادقة، إقبال على كل شيء جديد في لحظته، ولا قيمة لأي شيء قد مضى. المؤمن ما يسمى مؤمنا إلا وقد تحققت فيه أركان الإيمان، ومن أهمها الإيمان بالآخرة. ومن أهم ما يمكن أن يكون في الإيمان بالآخرة هو أن نعرف قيمة هذه الدنيا وما نحن مقبلون عليه عندما نقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك لا ينبغي أن نغتر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأصبح هشيما تضروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليس هناك إشكال، ولكن ما هو الأدوار الأزلي الذي لا يفنى، الذي يبقى، الذي يصاحب روح المؤمن الصافية حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى؟ الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الثواب هو المقابل، نحن نحسب المقابل ولكن في حدود، في حدود الملموس، ولا ننتظر أن نلمس المقابل الذي ليس فيه حدود عند مولانا سبحانه وتعالى، الذي يملك كل مقابل بيده سبحانه، خزائنه لا تنتهي. خير عند ربك ثوابا وخير آمالا. الأمل، الأمل الذي قد يقتل الإنسان في دنياه قبل أن يلحق آخرته، الأمل الذي يضيع على الإنسان أحيانا آخرته، الأمل الذي ينسي الإنسان أنه سوف يلقى ربه، الأمل الذي يجعل الإنسان منحصرا في جوانبه لاهسا وراء الدنيا، وقد يقولها وقد لا يقول شيئا منها، ويأتي الأجل وقد قضى على كل أمل. إذا حتى لا أطلع وأترك الفرصة للأخ الذي سوف يتحفنا إن شاء الله بكلمة أخرى، أختم بهذه القصيدة ثم ننقل الكلمة إلى الأخ. إنما الدنيا خيال، إنما الدنيا خيال ومنام وسرار. فقدنا من حبيب، كم فقدنا من حبيب، جسمه في القبر إن موت الناس حق جاء في نص الكتاب، كأسه للكل ساق، فانتظر 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 ذاك الشراب. ليس في الدنيا بقاء، طالب التخليد خلق.
جميعا من العذاب. لا تقل إني وإني، لا تقل إني وإني 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 وإني، لا تغالب في الحساب. كم مضى قبلك قوم، كم مضى قبلك قوم، كلهم صاروا تراب. كم مضى قبلك قوم، كلهم صاروا تراب. لا تقل مالي كثير أو يمنيك الشباب، أو تقل جاهي كبير، فالمنايا لا إن نسيت الموت صار، إن نسيت الموت صار، فهو لا ينسى الصحاب، وعلى الميعاد يأتي، وعلى الميعاد يأتي، ليس يخشى من